يناير سيمفونية أمازيغية، هكذا اختارت أوبرا الجزائر الاحتفاء برأس سنة الأمازيغية في سهرة استحضرت التراث الأمازيغي بنكهة الموسيقى السيمفونية تحت قيادة المايسترو أمين قويدر. قسم قاس لكل الشعب الجزائري، وحنا كنا حابين باش نعملوا الموسيقى الامازيغيه على نمط سيمفوني سميناها سيمفونيه الامازيغيه، منها موسيقى نتاع الموسيقى الشافويه، موسيقى الترقيه، الموسيقى القبائليه، وموسيقى نتاع البني مصاب، نوضحوا ونظهروا معناتها هذه الوحده نتاع الهويه الموسيقيه والثقافيه الجزائريه عبر هذا الاوركسترا. الحفل مثل رحلة بين كثبان صحراء الهجار والتاسيلي وجبال الأوراس وجرجرة، مروراً بوادي مزابة العريقة على أنغام الموسيقى التراثية الأمازيغية في حلة كلاسيكية متميزة رافقتها أصوات شابة وتفاعل معها الجمهور الحاضر. تم غريق ذي الفرح إزاذن خاطر سي لا بروميير فوا c'est la première fois l'orchestre symphonique a يلعب la musique tamazight non seulement de الفرح mais c'est un honneur c'est un patrimoine musical que je connais mais je voudrais هو تراث موسيقي نعرفه لكن جئنا اليوم لاكتشافه بشكل مختلف بهذه المناسبة والاستمتاع باللمسة الموسيقية الجديدة التي تمت إضافتها لهذا التراث الغني والمعروف، كما كانت السهرة فرصة للترفيه عن النفس والخروج من الروتين. سهرة يناير بنكهة الموسيقى العالمية رسمت لوحة متناغمة تحاكي في تنوع وامتزاج أنغامها ثراء الثقافة الجزائرية. جزائر تعزف سيمفونية غد مشرق وكلها اعتزاز بالماضي.